وننتقل إلى مدينة طنجة، حيث انطلقت صباح اليوم الدورة الثالثة لأيام طنجة اللوجستيكية التي تتناول موضوع سلسلة الإمداد في عصر الرقمنة. تظاهرة عالمية ينظمها ميناء طنجة المتوسط من أجل إبراز أهمية النظام الرقمي أو الرقمنة في ظل التطور العلمي والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. حدث عالمي يجمع أزيد من 400 من الفاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والتوزيع والإمداد. الجلسة الافتتاحية للتظاهرة تابعها محمد الوهيبي وسعيد ناجح. ميناء طنجة المتوسط موقع استراتيجي، أرضية مندمجة للأنشطة اللوجستية والتجارية، عزز بمقوماته البعد المتوسط للاقتصاد المغربي وللاندماج في محيطه الإقليمي والدولي، ولضمان مواكبته للتكنولوجيا المتطورة تم إدراج هذه الندوة لتبادل التجارب والخبرات حول وظائف الرقمنة في سلسلة الإمداد. اليوم كنشاهدوا في العالم أنه عدد من الشركات كتستثمر أموال كثيرة في هذا القطاع، وانه الشركات المغربيه حتى هي خصها تدخل في هذه الرقمنه، وحنا كمساهمه منا استدعينا خبراء عالميين اللي كيعطيو في هذا اليوم الدراسي المعلومات والارشادات، ويعني في اي مستوى خصنا نكونوا في السنوات المقبله ان شاء الله. الهدف من مشاركتنا وتنظيمنا لهذه التظاهرة هو تطوير الإنتاجية ودمج الرقمنة في سلسلة الإمداد وكل الخدمات اللوجستية لتحسين المردودية. تهم رقمنة سلسلة الإمداد جميع التعاملات، ضمنها النقل، المناولة، والتوزيع، والتخزين، وتبادل السلع على المستوى الوطني والدولي. هذه العملية تهم النقل الطرقي والجوي والبحري. هذا الميناء هذا وصل واحد المرتبة جد مهمة في العالم، بحيث أنه من أكبر الموانئ في العالم في المرتبة تقريبا 50، وعنده المرتبة الأولى في المغرب بالنسبة للشاحنات وبالنسبة للسيارات. والدور ديالنا اليوم وهو نرحبوا بهاد تقريبا 400 شركة اللي هي معنا اليوم، ونوريوها شنو هو الاستفادة من هذا الرقمنة. الرقمنة نظام ونموذج جديد للتعامل، معطيات وآليات هدفها الوصول لأثر تحقيق التميز والتنمية. وينضم إلينا مباشرة من مدينة طنجة السيد حسن عبقري مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا. طيب، لماذا تم التركيز على أهمية النظام الرقمي وسلسلة الإمداد كمحور لهذه التظاهرة؟ تعتبر اليوم الرقمنة في العالم شرخ حقيقي في منظومة التبادل التجاري العالمي بالنسبة داخل الدول أو ما بين الدول. والآن هذا كل ما تأتي به الرقمنة من تطورات تكنولوجيا حديثة في عالم المعلوماتي كتعطينا هذه المجموعة ديال الطرق باش نطوروا هذا التبادل ونسهلوا عملية التصدير والاستيراد من وإلى المغرب، وذلك باستعمال تكنولوجيات اللي هي البيج داتا مثلا، بلوك تشين، وكذلك الانترنت اوف ثينجز إلى آخره. طيب سيد عبقري، بالنسبة لميناء طنجة المتوسط، كيف يمكن للرقمنة أن تعزز موقع هذا الميناء وتنافسيته في محيطه الإقليمي والدولي؟ اليوم الرقمنة بالنسبة للميناء كميناء طنجة المتوسط هي واجب، لأن القطار لن يقف لانتظار ميناء للوصول إلى المستوى المرغوب فيما يخص تبادل المعلومات وتبادل فيما يخص التجارة العالمية وتبادل البضائع عفوا فيما يخص التجارة العالمية. ولكن يمكن أن نقول أن الميناء اليوم يحظى بثقة لمجموعة من المستثمرين الدوليين الذين في ضمن ملفات أو متطلباتهم لمواكبة أو لتكون التنافسية ديالهم عالية في المستوى العالمي، يتطلبون الميناء تكون عنده هذه التكنولوجيا الآن الحديثة،
وتتطلب منه أن يكون في يواكب التطور فيما يخص كل هذه التقنيات اللي هي الآن ولات حقيقة مقارنة مع السنوات الماضية. طيب سيد حسن العبقري، هذه الأيام تعرف حضور كبير لفاعلين في قطاعات مختلفة، صناعة، تجارة، توزيع، ماذا تنتظرون من هذا الملتقى؟ هذه أيام اللي هي أيام سيونتيفيك أو أيام علمية، اللي هذه الدورة الثالثة ديال طنجة لوجيستيك دي أو طنجة، الأيام اللوجستية لطنجة. وهاد المرة اختارينا نطرقوا لهذا الموضوع بحيث أن كل الناس اللي كتجي اللي عندها غاية من الاستثمار في المغرب تطلب واحد الأرضية فيما يخص هاد الإعلاميات، بما يخص الرقمنة لا ديجيتاليزاسيون ككل، وفيما يخص ايضا لا ديماتيرياليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديال التبادل التجاري داخل المغرب وخارج المغرب. وهذا شرط من الشروط الاوليه لاستقبال المستثمرين عبر العالم داخل المغرب، ولا بد ان المغرب يوضع راسه في المستوى او يسمو المستوى المرغوب فيه، واللي كتوفروا محطات اخرى او موانئ اخرى عالميه اللي اليوم في تنافسيه مع ميناء طنجة المتوسط. فهذا الموضوع اللي اختارينا اليوم هو موضوع مهم جدا، اللي يلزم ويطلب من جميع المتدخلين باش يعطيوا الاهميه القصوى ويوضعوا له الاغلفه الماليه اللازمه باش نتمكنوا من مواكبه التطور عالميا فيما يخص تدبير الموانئ وفيما يخص الرقميات بصفه عامه. شكرا على هذه التوضيحات السيد حسن عبقري، مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، كنت معنا مباشرة من طنجة.